متابعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم مباشرة من نواحي مدينة خريبكة. بالضبط ما زلنا معاكم في دوار ولاد حميرة جماعة النخيلة. موضوع النزاع هي هاد الأرض اخوتي اللي كتشوفوا أمامكم، اللي معانا شاب من الورثة، شاب من الورثة اللي تيقول هذه أرضنا ورثناها من الوالد ديالنا اللي كنا كنستغلوها منذ سنين. فإذا به مشاهدي قناة شوف تي في تيقولوا بأن جاو نواب لهادي نواب 3 سنين باش هما نواب، وبغاو يحرمونا من أرضنا من ملكنا من رزقنا من الرزق ديالنا ومن أرضنا اللي ورثناها من الأب ديالنا، وهما كلهم يقين أن هادي أرضنا وأرض بونا كما تيقولوا ليها، ولكن تيساوموهم حسب القول ديالهم. الشونطاج، عطيونا 3 المليون نملكو لكم الارض، ما عطيتوناش 3 المليون حقكم ما غتاخدوهش. الحمد لله كاين القانون في البلاد، الحمد لله كاين شباب واعيين وعندهم ثقه في القضاء، الحمد لله كاين عندنا شباب اللي تيقول لك لا للرشوه، الحمد لله كاين ناس واعيين باش انهم يقدروا ويخرجوا للاعلام ويفضحوا الفساد، الحمد لله عندنا شباب اللي تيقول لك الا عندنا شي حق ناخذوه بالقانون، ولا ما عندناش الحق يتحيد لينا بالقانون. ما نديروش رعي الدين، ما نعطيو رشوه، ما نسكتوا على الفساد. الحمد لله معنا شاب من الورثه اللي اليوم تيخرج على الصمت ديالو، واليوم تيقول انا غادي نطالب بفتح تحقيق، انا كنطالب بتعميق البحث مع النواب. واش نواب عباد الله تيقول لك جاو هذه 3 سنين وتيحكموا على هاد الارض ماشي ارضنا، كي داروا ليها؟ واش نواب جاو هذه 3 سنين وتيحكموا شحال 5 سنين 5 سنين صح ماشي 3 سنين؟ واش نواب جاو هذه، عفوا مشاهدي قناه شوف تي في، راه 5 سنين نواب جاو هذه وتيحكموا على الاب ديالنا ديال سنين، استغلها الوليد وتوفى الوليد وحنا وراثه وكنستغلوها، وجاو بغاو يحرمونا منها. ولكن تيقولوا لنا راه هذه ارضكم، ولكن خصكم تعطيو عليها 3 المليون تعطيوها لينا حسب القول ديال هذا الشاب اللي هو من الورثه. اذا خليوكم معنا مشاهدي قناه شوف تي في، والا كان هذا الشيء بالصح راه فعلا خاص يتفتح تحقيق. اشنو واقع؟ اشنو واقع هنايا في دوار ولاد حميره؟ اشنو واقع هنايا في جماعه النخيله؟ اشنو واقع هنايا؟ لان هذا ثاني مواطن في نفس المكان كيتشكى من نواب اراضي الجموع ومن الشيخ ومن المقدم ومن خروقات هنايا وقع في هاد الدوار. خليوكم معنا خوتي نسمعوا من هاد الشاب اللي تنحييه واللي تنقول ليه الحمد لله. الا كانوا عندنا شباب بحالك اللي كيتعرض عليهم يعني كي الشونطاج، عطي باش نعطيك، وتقول له لا ما غنعطيش وغادي ناخذ حقي بالقانون، وتخرج للاعلام وتقول كنطالب بفتح تحقيق وكنطالب بتعميق البحث وكنطالب بالمسؤولين انهم يجيو لعي المكان، وكنطالب بلجنه تجي تحقق وتسول وتعطي لي كل ذي حق حقه. الا كانت هذه ارضنا يعطيوها لينا بالقانون، والا كانت هذه ماشي ارضنا يحيدوها لينا بالقانون. الرشوه ما غنعطيوهاش، 3 المليون ما غنعطيوهاش. خليكم معنا خوتي نسمعوا من هذا الشاب. كاميرا وملي توفى الوالد واستغليتوها نتوما، شنو وقع اخي؟ السلام عليكم اختي، تنشكروك على الفرصه اللي عطيتينا. حنايا صبنا المشكل مع النائب ديال الاراضي ديال الجموع، فاش وصل المهندس هنا بغى يقيدنا وداك الشيء منعوا النائب، تيقول لنا بلا الارض ماشي ديالكم، ديال ولاد العم الوالدكم. حنا اللي عارفين وداك الشيء، حنا هاد الارض واتي من عند الاب ديالي، دابا 11 عام وعلى حساب القول ديال الناس، حنا سولنا الناس وداك الشيء في الحياه ديالو استقر فيها شي 50 عام، والوالد ديالنا وارث من عند ديالي، بعد تنازلنا ديال الاراضي ديال
قال لك ولاد عم هما اللي تيقول باللي الارض ديالهم. قال لي ولا 3 مليون نقيدو باش نعطيكم ديالكم، ماشي 3 مليون باش نعطيكم حاجه اضافيه، 3 مليون غير باش يعطيونا ديالنا باش يعطيكم هاد الارض. هاد الارض هاد بعد ما رفضنا حنايا وداك الشيء مشينا عند القائد ديال الجامعه طالع الاوراق الوثائق ديالنا صالح ديالكم، وعيط على ديالنا اللي مقدم اللي علينا هنا، قال لي عمشي مع هاد الناس عند النائب عتعطيه عتقول ليه بالله يقيد الناس، وهاد النائب رفض لينا. يعني رفض؟ رفض. ولكن الا عطيتو 3 المليون غادي تكتب في سميتو. 3 المليون بحال ما بحال حتى حاجه ما ديالنا. من بعد ما رفضنا النائب ما تجاوبناش معاه في كلامه، عيط في التليفون يعيط عليا على الشيخ اللي هو ماشي شيخ تاع لينا حنايا، حنا ما تنعرفوش. جا عندنا تذكر هز معاه البندقيه ديالو في السياره. شكون هذا الشيخ؟ هذا الشيخ ماشي تا هو الشيخ علينا حنايا ديالو، وعمامو جوج ولاد عمامو، وجا معاه صحابو، جاونا جوج سيارات، وحده جات من اتجاه وحده من هكايا، ثلاثة ديال النواب. هذاك الشيء مخطين لي، هاد الناس هادو عادوا مكونين عصابة هنايا في المنطقة هادي، وهدوني بالسب، عايروا لي والديا وجدودي. صافي حنا اضطرينا نهزوا السيارة ديالنا، هما كانوا كتار. صافي هادشي اللي كاين، يعني هجوم في قلب أرضكم في هنا النيس. من اللي جاو لهنا اش كيقولوا لكم؟ تيقول لك بلا الأرض ماشي ديالكم. أرض ماشي ديالكم؟ في الأول قالنا الأرض كلها ديالنا، حيت حنا رفضنا اليوم هذاك المبلغ اللي طلبوا من عندنا، ما عطينا ما جاوبناش معاهم، ما عطيناهمش 3 مليون. من بعد خطوا لهذا الهجوم ديالهم. وهو عندكم شي دليل، عندكم شي تسجيل، عندكم شي حاجه اللي كتبين ان راه كاين كيطالبوا برشوه؟ عندنا الاثبات لهذ الهضره هذه. نعم. وعندنا اشهاد الناس اللي هما هجموا علينا تيقولوا بان الارض ديال الاب ديالي ورثها مع جدي. هاد الناس نيت اللي ناضرين، وهاد النائب يلاه داروه بثلاثة سنين، ما عندوش الحق هاد النائب يحكم على جدودي، لأنه هو باقي ما تزاش من كرش أمه فاش مات الجد ديالي هنايا، ما كاينش هاد السيد هذا. يعني ما كانش كيشوف الوالد ديالك كيستغلها، واش الوالد ديالك كان كيستغل هاد الأرض؟ شنو كان تيدير فيها؟ ما كان يحرس. ودابا حاليا حنا اللي مستغلين الارض ما مقصود ما تحت. هاد العم واش عمرهم جاو لهنا وقالوا هذه ارضنا؟ ابدا ابدا عمرهم ما كناش حنا تنتخيلوا عن نوقعوا في هذا المشكل هذا. علاش هاد الناس ما ينوضوش في الحياه ديال الوالد ديالي؟ نعم ما عرفتش علاش الاخوان هنا تيقولوا لي الصوت، ما عرفتش واش كاين شي مشكل في الصوت. شوف اخي واضح اللي بغيت نعرف علاش ما رضوش عاد الوالد ديالي، اش كان في الحياه ديالو اللي كان كيستغلها مده 50 عام، وعاد 10 سنين من بعد الوفاه ديالو. يعني حتى يعني ولات هذه القضيه ديال ان يتملكوا ياك فوالا، حتى جات هذه الحمله ديال عادوا يملكوا في الاراضي السلاليه، عاد ناضوا لنا هاد الناس. منين جاو هما؟ جاو من هنايا، من هنا بنات المنطقه النيس. فين كانت دار الوالد؟ دار الوالد هي هذيك راه اون فاس معاك، راه كاين قريبه للارض. قريبه للارض كاينين الناس، كاينين الناس عارفين هاد الارض بالله ديالنا، ولكن ما تيقدروش يشهدوا لان هاد الناس مكونين عصابه فيها النائب وفيها هاد الشيخ وفيها الاب ديالهم اللي كان هو السمسار، هما بزاف وصافي، ما الناس ما تيقدروش يواجهوهم هاد الناس. وتنطلبوا من المسؤولين يجيو يفتحوا معانا تحقيق. يعني اللي تعطى لكل ذي حق حق. لا كان الحق ديالهم يدي، ولا كان الحق ديالنا يتعطانا الحق ديالنا. وعاش الملك. انت
شوف سير ديال انا تيقولوا لي الصوت ما كاينش كاين الصوت صافي. مرحبا اخي. اذا هنا الطلب الوحيد ديالكم نتوما مستعدين تعطيو رشوه؟ لا ابدا. باش بغيت نقول لهاد الناس من هذا المنبر هذا حنا ما نعطيوش الرشوه، الرشوه هي اللي ما تعطيوهاش. حقك باغي تاخذوا بالقانون؟ بالقانون. شنو كطلب من دابا من المسؤولين؟ شنو كطلب في ارضك اللي كتشوف بان جاو ناس كيقولوا ديالكم وكتشوفوا لو انكم ما تعطيش ديك 3 المليون غتمشي ليكم؟ شنو بغيتي تقول للمسؤولين؟ نقولوا لهم طالعوا الرساله ويفتحوا تحقيق. نعم. كشوي خدي فين كنت تواجدوا اخي؟ سميت هاد البلاصه بالضبط؟ هذا دوار ولاد حميره ارض شلطه جماعه النخيله. يعني انتم دابا القضيه ديالكم مازال دابا ما تكتبتش في اسم حتى شي حد؟ لا مازال في انتظار تعطيو رشوه. مازال الموضوع مفتوح. نعم واخا عطيني. وكانوا اختي النواب بثلاثه كانوا حاضرين، وكان الشيخ وكان المقدم، وعندي اثبات على الهضره اللي تنقول. وعاش الملك. اذا مشاهدي قناه شوف تي في، كنت كنقرا في التعليق شويه الصوت كتقولوا لي ما خدامش، ولكن الاخوان سمعوا اللايف قالوا لي راه مزيان. كنتمنى ان الصوت يكون واضح، كنتمنوا ان هذه راه صرخه مواطن، هذه راه صرخه شاب من الورثه، بغيناها توصل للمسؤولين، بغينا ان المسؤولين يفتحوا تحقيق، نعرفوا اشنو واقع في دوار ولاد حميره جماعه النخيله، لان هذا المواطن ثاني في هذا الصباح هذا اللي كيتشكى من نواب اراضي الجموع. اذا اشنو واقع؟ خاص المسؤولين يفتحوا تحقيق. هنا يا خوتي تيقول هذا المواطن بان هذه ارضهم، ارض الاب ديالهم اللي كيستغلها هذه سنين، الله يرحمه. شحال هو كيستغلها قبل ما يموت؟ شي 50 عام. 50 سنه، 50 سنه خوتي، والاب ديالو الله يرحمه كيستغل هذه الارض اللي كتشوفوا امامنا. وعاد ملي توفى ولاو الورثه اللي هما ابناء ديالو كيستغلوها هذه 10 سنين باش توفى الوالد، 10 سنين وهما كيستغلوها. يعني كما كتعرفوا دابا كاين واحد القانون تيقول ان هاد الاراضي السلاليه غادي تملك الناس اللي ذوي الحقوق. فهاد الناس هادو كيتفاجئوا بان ولاد عمهم تيقولوا لهم هذه ارضنا، وكيشوفوا هاد ولاد عمهم عمرهم ما استغلوها، عمرهم ما كانوا هنايا، عمرهم ما حرتوها. هادي سنين، يعني في المجموع دابا 60 سنة وما كيستغلوها هاد الناس، الأب ديالهم عاودوا كيستغلوها الأبناء. إذا هنا جاو عندهم نواب، مشاو بعدا أول خطوة داروا مشاو عند قائد ثلاث الأولاد. ملي طلع القائد على الوثائق وعرف قال لهم هاد الأرض أرضكم، وعيط للمقدم وقال لي ياك المقدم، عيط للمقدم وقال ليه سير معاه عند النواب وقول لهم هادي راه أرض هاد الناس. ملي مشاو عند النواب قالوا لهم لا ما غاديش نعطيوها لكم، هاد الارض الا بغيتوها خصكم تعطيونا عليها 3 المليون باش نعطيوكم حقكم ولا حقكم يمشي لكم. هاد الشاب هو والاخوت ديالو تيقول لك حنا الرشوه راه ما غنعطيوهاش، حنا بغينا القانون، حنا بغينا يتفتح تحقيق، الا كانت هذه ارضنا يعطيوها لينا، ولا ما كانتش هذه ارضنا تحيد لينا بالقانون، والرشوه راه ما غاديش نعطيوها لكم يا نواب اراضي الجمع. كيقولوا عندهم ادله بان هادشي تقال لهم، كاين ما يثبت بان كاين تسجيلات او كاين دي فيديو او كاين اللي كتبت ان هاد النواب كيطلبوا لهم الرشوه. اذا هذه رساله بغاو هاد الناس يوصلوها، هذه صرخه ديال هاد الورثه اللي كينوب عليهم الاخ ديالهم اللي تيقولوا بغينا حقنا، بغينا حقنا ويتعطى لكل ذي حق حقه، وفي نفس الوقت يتفتح تحقيق مع نواب اراضي الجموع، لان هناك اتهامات موجهه لهم، واتهامات كيقولوا بانكم كديروا خروقات، اتهامات كيقولوا بانكم كطلبوا رشوه، اتهامات كيقولوا بانكم كتحيدوا للناس اللي عندهم الحق ديالهم وتعطوه للناس اللي ما عندهمش، اتهامات كيقولوا بان استغليتوا هذه الفرصه ديال ان اراضي الجموع غادي تملك وليتوا كديروا خروقات ورشوه وعطي لهذا وحيد لهذا.
هذه اتهامات موجهة للنواب أراضي الجموع هنا بدوار ولاد حميرة جماعات النخيلة. نتمنى إن شاء الله يتفتح تحقيق ويتعطى لكل ذي حق حقه. إلى هنا متتبعي قناة شوف تيفي، عندك شي إضافة أخرى؟ صافي، نتمنى صوتك يوصل أخي كما قلتي، نتمنى التحقيق يتفتح. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء. بارطاجي يا مواطن، لا للفساد، لا للرشوة. نعم أخي، فعلا كيبقى الشعار ديالنا الله الوطن الملك وعاش الملك، أحب من أحب وكره من كره، والأراضي السلالية يعني هذه استفادة ملكية. ملكنا الحبيب اللي فكر في الشعب ديالو، ملكنا الحبيب اللي عطى الأراضي السلالية يستغلها ويعيش منها. الأراضي السلالية ماشي النائب اللي غادي يعطيها لكم، النائب كيعطي يعني كيوثق، أما هذه أراضي سلالية أعطاها جلالة الملك حفظه الله. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.